رايح شغل الصبح عادي، فشغال فرد الكاوتش انفجرت. انا الخبطه يعني ما حسيتش بحاجه بعد كده الا زمايلي بيفوقوني ويقولوا له ميه على دماغي، وحتى التليفون كان في جيبي جابوه من فوق الاتوبيس. رحت القصر العيني دخلوا لي الطوارئ، الدكاتره قعدوا يكشفوا، لازم قعدوا يشيلوا فرايش كده. وبعد كده الدكتور قال لي لا ما ينفعش لازم يطلع فوق. قعدونا لحد من 11 الصبح ل 11 بالليل، دخلت العمليات شالوا الريش. تاني يوم قال لك في صديد، العين دي المفروض انها تتصفى عشان الصديد اللي فيها. فهي قعدت تتكلم مع الدكتور قال لها ربنا يسهل هنشوف في ايه. دخلت العمليات فتحوا العينين الحمد لله، نضفوا الصديد الحمد لله مبقاش في صديد تاني. فقال لك في قرنيه نزرعها، المفروض كانت في اليمين، لقوا الشمال اصلح في الحاله الصحيه يعني، فزرعوها في الشمال. وتاني يوم بيدخلوني عادي اوضه الكشف عشان يشيلوا اللزق، قال لي طلعت معتمه ربنا يسهل نبقى ايه نغيرها بعدين. روحت جيت هنا البيت حضرتك، قعدت بتاع اسبوع ولا حاجه، لقيت التليفون جايني الارضي، القصر حولك وتروح عشان تعمل زرع قرنيه. رحت دخلت الدكتور اسمه محمد قبيل، هو اللي تابع حالتي وزرع لي قرنيه في اليمين. وخرجت من العمليات جيت هنا حضرتك قاعد بحط قطرات. تاني يوم انا حسيت في فرق، بعد ما كانت عتمه خالص حسيت ان في فرق. هي المفروض القرنيه الصناعيه بتتزرع مع قرنيه بشريه، مش بتتزرع لوحدها. فالقرنيتين مع بعض انا سمعت تكلفتها منه ان هي 145. طبعا هو يحاسب التامين الصحي على الكلام ده، بس المشكله ان انا جايبه الموافقه من شهر 11 ولغايه دلوقتي ما فيش جديد، وكل ما اروح له يقول لي لسه متوفر. مش متوفره، برغم ان انا سالته وعرفت ان هي متوفره، لان يعني في دكاتره بتنزل على النت ان هي شغاله في القرنيه الصناعيه وفي نفس المركز. الحمد لله هي مستوره الحمد لله كمعيشه، الحمد لله الحمد لله ربنا استرى معايا وماشيه الحمد لله، انما ان نعمل عمليه جامده زي كده لا طبعا. عم عصام الراجل الجميل ده اللي انتوا شفتوه حمد ربنا، بيحمد ربنا وبيشكر فضله، بيقول لك انا مش عايز حاجه من حد، انا عايز بس العمليه. يعني لا اشتكى من عيشه ولا اشتكى من، قال لك بس انا ما معيش حق العمليه. انا الحقيقه بناشد تاني القصر العيني، اتصرفوا يا جماعه. بناشد وزير الصحه دكتور خالد عبد الغفار، محافظ القليوبيه، حياة كريمة، أي حد يقدر يا جماعة أرجوكوا يساعد عم عصام، أرجوكوا ما تبخلوش. الراجل ده عايز يعمل العملية، ده عم عصام عايز يعمل العملية في عينه عشان يشوف كويس، عشان يقدر يرجع تاني ويشتغل ويعيش حياته الطبيعية. أرجوكوا كل أي حد يقدر يساعد عم عصام، أرجوكوا 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 حاولوا تساعدوا عم عصام، واللي يقدر يساعده يتواصل معايا.